أوقفوا هذا الكذاب الذي يدعي معرفة السماء. احموا رسول الله، احموا رسول الله. حمزة، حمزة. باسل وموار أنت يا أبا جهل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح؟ لأنهم يظاهرون هذا السفيه. ومن أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام؟ محمد مفتر وكذاب. ردها علي إن استطعت. وأنتم ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع. بسم الله نبدأ الكلام، والصلاة على خير الأنام. نستمر وإياكم في سلسلة فانوس رمضاني، فقرته عرفني على، وعدد اليوم لرمز البطولة الكاملة أسد الله ورسوله، إنه حمزة بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. تأخى مع رسول الله ونشأ معه، وكان أكثر الناس على بينة من عظمة ابن أخيه وجوهر خصاله وحقيقة أمره. وكان حمزة ذا رجاحة عقل وقوة بنية وإرادة، وصاحب مهارة صيد فائقة. وفي هذا الوقت كانت همهمات قريش تزداد، يتوعدون ويزمجرون بعد تباشير دين محمد. وقد أسلم حمزة في لحظة حمية وغضب وانفعال بعدما وصله ما صنع أبو جهل بمحمد، فقد أذاه وسبه وبلغ منه ما يكره. فذهب حمزة باحثا عن أبا جهل ليجده يتوسط نفرا من سادة قريش، فاستل قوسه وهوى بها على رأس أبا جهل فشجه وأدماه. صاح حمزة في وجه أبا جهل: أتسب محمدا وأنا على دينه وأقول ما يقول؟ ألا فرد ذلك إن استطعت. عز فتيان قريش يسلم حمزة، هو بمثابة صفعة لقريش، فقد ترك حمزة دين آبائه والآلهة التي كان يعبدها هو وقومه، دين الدهور والعصور. وكان إسلام حمزة حصنا للمسلمين، وأول سارية خرج بها المسلمون ضد العدو كان أميرها حمزة، أول مشرك يقتل على يد حمزة، أول راية عقدها الرسول لأحد كانت لحمزة، وكان سببا في انتصار المسلمين يوم بدر وهزيمة قريش هزيمة منكرة. وكان في الحروب يمتاز بعلامة، وهي وضع ريشة النعامة. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: قال لي أمية بن خلف: يا عبد الإله، من الرجل المعلم بريشة النعامة في صدره يوم بدر؟ قلت: ذاك عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. ويقال أنه كان يقاتل بسيفين في أحد، وقتل يومها على يد الوحشي بتحريض مقابل عتقه، وصلى رسول الله على جثمانه بعدد شهداء يوم أحد، ويقال 70 صلاة. وبهذا ننهي قصة أحد أبطال الإسلام. إلى لقاء آخر وشخصية أخرى، دمتم في رعاية الله وحفظه.